يلا نايا قومي ماشي معي. لوين؟ لعند على البيت. ما بدك تخبري عاصم؟ لا هي عاصم هو اللي عم يضربها. انت قد هالقصة ما في بايدك دليل. اخر همي نايا لازم تبعد عن عاصم باي شكل. اذا اجا وما لقيها والله لا يكسر المستشفى على اصحابها، وانت وحدك رح تتحمل المسؤولية. يبقى يلقيني بالمحكمة. يلا سامية ساعديني. تعالي تعالي امي. شو ليلى شو صار لك فجأة لست متأكدة هالقد؟ نايا ما فيها عم تهلوس. نايا عن جد ما بقى فيها تجيب ولاد. من ورا وقعت السلوم؟ انا اكيد ما وقعت من السلوم. هيدا ما بكفي، لازم هالحكي يطلع من نايا بالذات. يا حبيبتي يا نايا كل وقت عم تتحملي وساكتي. طب ليه ما قلتي لي؟ كنت ساعدتك تاخدي حقك. وليه ما قلتي للدكتورة انه عاصم هو اللي عم يضربك؟ لا عاصم ما ضربني، انا كنت عم ظبط البرادة لانه الضوء كان كتير قاسي بقوت البيبي. يلا سامية يلا خدي انزلي سبقيني. وانت شو رح تعملي؟ انا رح احكي فارس بيخدكم عندي على البيت وانا بلحقكم بعدين، وبدي اسال الدكتوره كم سؤال. يلا لوين؟ قلنا من نزلها لنايا على الجنينة تحت بالمستشفى، هيك بتغير جو، الهواء تحت منيح لها. ليش وين في انظف من هوا البحر؟ دام بيتنا دام مملكتها لنايا. يلا نرجع على بيتنا. ايه؟